بسم الله، ما زلنا لسه مع كونديشنال برانشنج وجمل اف. هناخد الشكل الثالث من جمله اف. الشكل الثالث من جمله اف، اف ان في كونديشن معين هينفذ اوامر، else مش هينفذ اوامر ثانيه، لا هخش على شرط ثاني. اف هخش على شرط ثاني خلاص، والشرط الثاني بناء عليه هنفذ ستمنت او ما نفذش خلاص. وطبعا نفس الكلام لو انا عندي مجموعه من الستمنتس احط الاقواس بتاعتي، والس برضه احط الاقواس بتاعتي. دي بنسميها ساعات النستد اف، لان ممكن تتدخل اكتر من كده والشكل يتدخل اكتر من كده. فلو مثلا في خط ترافق كده امر كونديشن، لو ترو هينفذ اوامر، فولس هيخش على شرط جديد. الشرط الجديد ده لو جاب ترو هيخش على اوامر، فولس هيعدي لان مفيش عندنا else. لكن على فكره ممكن تعمل else واف واف والس والس واف الى ما لا نهايه في التداخلات. احنا بنحاول نعرضه كشكل بسيط بس الاول تداخل، ان بعد الالس عملنا اف وهكذا. بقى ممكن تكون الاف الجديده دي فيها else والالس اللي فيها فيها اف، مفيش اي مشكله خالص مهما كانت ايه النستد شغاله. تعال ناخد مثال على الموضوع دوت. في لو مثلا قلنا عايزين ندخل رقمين، يعني هخلي اليوزر يدخل لي رقمين وهنعرض رساله، نقول له الرقم الاول اكبر من الرقم الثاني او يساوي الرقم الاول زي يساوي الثاني، او الرقم ايه الاولاني اصغر من الرقم الثاني، من غير ما نستخدم الدوال بتاعه الماثيماتيكال فانكشنز اللي بتاعه المينيمم والماكسيمم اللي هي هتسهل لنا اللعبه خالص. انا عايز العبها باف، فمايل له ايه عشان اعمل كده؟ اقول له اول حاجه انتر فيرست نمبر واريد الفيرست خلاص، وبعد كده ايه اريد الايه اريد السكند، واقول له اف ان الاولاني اكبر من الثاني هعرض ان دوت ان الفيرست بيجر، لو بيساوي هعرض ان هما الاثنين ايكوال، الس يبقى اكيد الايه الفيرست هو الاقل. تعال على طول نطبق ونعمل ايه ونعمل مثال. اجيب الفانكشن اللي اسمها مين وابدا على طول اقول له var. تعال نعمل الرقمين مثلا الفيرست والرقم الثاني نسميه مين السكند، والاثنين نعملهم دبل. عملت الفيرست دبل واخد منه كوبي واعمل الرقم الثاني سكند، الرقم الثاني نوع دبل، وهعمل النتيجه بتاعتي اللي هي الريزلت، ودي هعمل نوعها ايه؟ نوعها سترنج عشان اقول له اكبر او يساوي او اصغر. وتعالى نعمل بعد كده بقى عرفت الفاريبلز خلاص، تعالى نعمل بقى الايه؟ الانبوتس. تعالى نعملها بريد لاين، يعني هعمل فيرست الاول هقول له برنت، اقول له انتر نمبر او انتر فيرست نمبر، وبعد كده هقول له فيرست ايكوال ريد لاين واحوله دبل. وبعد نفسي اخد منه كوبي واعمل بقى نفس الكلام للسكند، انتر سكند نمبر، وهريد برضو بس هحط الفاليو بتاعتي في السكند نمبر. تمام كده، يبقى قريت الرقمين. تعال بقى نعمل الاف اللي هي بتاعتنا، اللي هي هقول له عشان اعرف هو اكبر ولا بيساوي ولا اصغر. كده عملنا الديكلاريشن لوحديها، ودي الانبوتس بتاعتنا لوحديها، وانزل لمين للبروسيسنج بتاعتي اللي هي جمله الاف، واحط النتيجه بتاعتي في ريزلت، فاقول له ريزلت بتساوي، هقول له اف، واول شرط عندي ان الفيرست يكون اكبر من السكند، فاقول له اف ان الفيرست عندي طلع اكبر من السكند، هقول له ايه؟ هقول له النتيجه بتاعتي اللي هتخش في الريزلت على طول، هقول له الفيرست از بيجر ذان مين؟ بيجر ذان السكند، يبقى اقول له الفيرست از بيجر ذان السكند. طيب بعد كده نتكلم لو إلس، يعني لو الأولاني مش أكبر من التاني، يعني كده إلس يعني مش خلاص، فاهم؟ يعني الأولاني أكبر من التاني خلاص نفذناها، إلس يعني مش أكبر من التاني، هعمل إيه بقى؟ هضطر أسأل سؤال تاني، مش هقدر أحل على طول. هقول له إف إن الفيرست بيساوي السكند، لو الفيرست بيساوي السكند بقى في المرة دي يبقى كده الاتنين إيكوال تو، صح؟ يبقى الفيرست إز إيكوال تو مين؟ السكند، لأن الفيرست طلع بيساوي مين؟ السكند، يبقى دي النتيجة بتاعتي. اخر حاجه else، وطبعا else دي معناها ايه؟ ولا هو اكبر ولا هما بيساوي، مش لازم اقول الاف تاني، مش لازم، والالس دي طبعا هتبقى تابعه للايه اللي بيساوي على طول. هقول له بس على طول else على طول ان الفيرست ايه سمولر ذان مين؟ سمولر ذان السكند، دي منطقي يعني، ولا اكبر ولا بيساوي يبقى اصغر، واي نتيجه من دول هتتحط جوه الريزلت. كان معلمني غلط لغايه لما كتبت الثلاث احتمالات. طبعا الالس الثانيه بتاعت الاف الثانيه مش بتاعت الاف الاولى، ان عندنا الاف الاولى ليها الس، فالالس الثانيه تبقى بتاع الاف الثانيه. والبرنت لاين هقول له الريزلت بتساوي، و
هطبع الايه الفاريبل بتاع الريزلت، وتعالى ان ايه نرن ونشوف مع بعض النتيجه. اما برنت لاين طبعا اللي هي البروجرام كومبليت دي ملهاش لازمه هنا خالص اساسا. لكن تعالى نعمل ايه، تعالى نعمل رن بقى كده، كليك كمين ورن، ونشوف النتيجه بتاعتنا لما ندخل رقمين، ونشوف الاكبر ايه والاصغر ايه، ومره نجيبهم بيساوي. هقول له انتر فيرست نمبر وليكن 5، سكند نمبر قلت له 7. فطبعا قال لي الفيرست نمبر سمولر ذان الايه، سمولر ذان السكند، اصغر من السكند. اعمل ري رن كده، قال لي انتر فيرست نمبر قلت له مثلا 7، ودخلت السكند هو اللي 5. قال لي الفيرست نمبر بيجر، فيرست مكتوبه غلط مش مشكله تصلح. تمام، نكمل بس ري رن على طول على السريع. هندخل الاثنين شبه بعض عشان نتاكد ان هو كده، دي بنتست بكل الحالات بتاعتنا. فاقول له 7 والرقم الثاني 7، قال لي الرقمين ايكوال ايه، ايكوال لبعض. وكده عملنا النستد اف اللي ايه اللي كانت قدامنا ديت.